بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأول الأكبر جل جلاله وعظم سلطانه. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فمن يشفع لك إلا رب في نهاية المطاف الشرعي الأول والله. ثم يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن تعدل هالنفس دي كل عدل لا يأخذ منها يعني ولو جبت ما عوض باش تنجو، ما يخرج منك ربي خالق. خاطر المسألة كانت في خيارك، وأنت في الدنيا منا حر تجب تختار ضد ما أنت فيه، لكن أنت المسألة استخفت وقعت خفة منك، ما أنت كان نفسك الخفيف، وكان خفيف عقل، خفيف كلام، خفيف حركة، خفيف إشارات، كلهم خفيف التكذيب القرآن ولما جاء. أيوة، ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك، أي ربي يحصرهم هذوما. بد التعريفات هذه الذين أبسلوا، أي أنا في ضلالة، وقعوا في الضلالة لا مخرج منها. أبسلوا بما كسبوا، يعني أنت اللي كسبت الموبقات والنفاقات والمظالم وكذا، أنت وقعت بالكسب ذاك في الضلالة، في التيه، التيه في الدنيا والتيه في جهنم، ما تلقى حتى مكان تطمئن فيه، ولا ويأتي الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. والسلام.